معايا طبعا صديقنا المهندس عامر العمايره، متخصص اللوائح وعنده التايه، انا عايزه في كذا حاجه، بس انا الاول هاخده في قصه عبد الرحمن. يا باشمهندس عامر، مساء الفل. مساء الفل، ازيك يا استاذ ازاي محمد؟ عامل حضرتك؟ ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. سريعا عبد الرحمن جبنه، سيبك من الواقع وانه مشي بالعربي او جه، ده في الاخر مواقف لاعبين مع انديه بتحصل كتير، لكن انا بتكلم، هل ممكن وكيل يضرب عقد ويختم ورقه من الاتحاد ويبعت ويعمل كل التلاعبات دي بتحصل؟ طيب انا سمعت التقرير انا ما اللي انت يفرقش حضرته معايا، انا بالورق، هقول لك حاجه. اسمعني بس، اسمعني بس يا النبي، انا ما يفرقش معانا تحليلها لوائحيا، ولا يفرق معايا موقف عبد الرحمن بعد كده يحصل له ايه، تمام. لانه كل يوم في 3000 مشكله زي دي، فاحنا كده هنضيع فيها وقت. لكن انا عايز اعرف هل بيحصل كده؟ يعني ممكن وكيل يمضي وقت على ورقه فاضيه ولا ورقتين، يوم جاي ماليهم وراح عامل قعده في الاتحاد وخاتم وبعت للنادي لا، الخارجي؟ ما ينفعش. بص، بره هو ممكن يكون مضى على بياض، على عقد من عقود الاتحاد اللي هي النموذجيه، على اعتبار انه وكيله فهيجيب له عقد يعني مثلا. ومضى على كل الصفحات وبعد كده يملى اوبا، الخانات والنادي والكلام ده، بس اوكي. ورقه فاضيه لوحديها وتتعمل عقد؟ لا، عشان الاتحاد ما بيعتمدش غير العقد النموذجي اللي هو بالاهلي والزمالك درجه اولى بيمدوه، والقسم الثاني. بس لو نادي درجه رابعه، الانديه بتاعت الدرجه الرابعه ما ما فيهاش بتجيبش لعيبه عقود. محترفين، طب امال بتبقى فازاي عقودها ايه دي بقى؟ دي؟ لا، ده طب الثماره. ولو عملت عقد بيبقى عقد برضه في الاتحاد طب حاجه سؤال، رمزيه. طب سؤال، ما هو السؤال بقى، ممكن تكون الاستمارة هي الورقة الفاضية اللي مضاها، لا، ما ده لاعب محترف، ما فيش لاعب محترف حتى لو لعب في هيتخن. دوري مش محترف؟ لا، ما انت بص، درجه رابعه ده هاوي، أنا مش فاهم. منطقي لاعب بيلعب محترف ما هي بس الواقع وبيقبض. كلها مش منطقية، أنا بتكلم على تستيف الورق اللي خوفه بنادي العقل. هو الواد، هو طيب الوكيل هو هدف، غلط اللي هو مضى، هو هو الوكيل غلط. هدفه إيه يا باشمهندس عامر؟ الوكيل هدفه يقرص الواد عشان خاطر كان عايز فلوس 5% من العقد، وعايز 365,000 جنيه مسلفهم له. هي دي الهدف من القصة دي كلها. قرصة يعني. هو هنا اللاعب غلط في ايه؟ وكل اللعيبه في مصر ممكن بتغلط الغلطه دي. هو ليه مضى على فسخ التعاقد بالتراضي، ومكتوب فيه ان اللاعب ماضي لنادي اخر؟ المفروض اللاعب ما كانش مضى واعترض، يقول لا التوقيع ده مثلا مش بتاعي، العقد ده انا مش عشان كده صحيح. بقول لك، هي القصه كلها فيها مشاركه بين اللعيب وبين الوكيل، يعني عشان بس ما نخليش اللعيب كانه تمام. انت بريء في طول حته الوقت بقى او عندك الوكيل. قويه لازم تتعمل. هل الوكيل اللي عمل للاعب الصفقه مع العرب الكويتي معتمد عند الاتحاد الدوري؟ يعني خضع خلال السنه اللي فاتت للامتحان اللي عمله الاتحاد الدولي وخد رقم رخصه، عشان الاتحاد الدولي بيقول لك محليا الوكلاء بتوعك عشان يشتغلوا لازم يبقى معتمد من الاتحاد الدولي. هل الوكيل بتاع اللاعب او الوكيل السابق اللي عمل الموضوع معتمدين نبيل عند ابو الاتحاد زيد، الدولي؟ اعتقد نبيل ابو زيد معتمد. هو كان في اختبار السنه اللي فاتت، اختبارين طلعت اسماء ناس نجحت دي اللي المفروض تشتغل ويتكتب اسمها في العقود. الشباب يشوفوا لنا في الاعداد كده يشوفوها. حتى بقت نسب الوكاله بتروح للاتحاد الدولي ليه نسب، وعن طيب طريق منصه الوكاله، فلو مسجل ما يقدرش يعمل تلاعب زي ده. اوكي فهمت. زائد اللاعب بالتاكيد لما بيفسخ العقد بالتاكيد نادي العربي وراه له المستندات اللي هو ماضي عليها، فالنادي مش هيجي يقول له كده، بالتاكيد وروا له الورق اللي راح بص، هو لهم. الموضوع ملعبك وفيه زيطه من هنا ومن هنا، يعني من اللعيب ومن الوكيل ومن كله، عشان بس ايه، مش اللعيب بس مظلوم، طب الصح والوكيل بتاع برضه، الموضوع يحصل ايه؟ والوكيل بيفتي يا باشا. الصح بتاع الموضوع افتح تحقيق زي اي جهات ومؤسسات عايزه وكل تحل وعايزه توقد اي مشاكل وعايزه توقد اي مخالفات او تهم، انما اقول طب هنجيب الواد نساعده، بندور عليه، اللي عايز حاجه يا جماعه يبقى الاول يجي لنا، كل ده كلام ما ياكلش عيش في رايي يعني. تمام. انت تمام. انت بس الحته بقى الغريبه، انت اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها المفروض الاتحاد المصري يطلع اللائحه الوطنيه لوكلاء اللاعبين. الاتحاد الدولي مواصب كده كل الاتحادات، عندك في السعوديه طلعوا يا اللائحه باشمهندس بتاعتهم. عامر والنبي، عشان خاطر قلت لك مش هست... انت هتقعد تتكلم، محدش هيعمل حاجه يعني، هنقعد نتكلم في الموضوع ده نفتح له والوقت يجري مننا، وعندي عايز اسالك في ثلاث اربع حاجات وفي الاخر ولا بص، طيب كان انا انا وانت بص قاعدين على الكافيه، كان انا وانت على الكافيه هقول بنتكلم. لك حته بسيطه تحزن اللي بيتابع الدوري المصري. في السعوديه اتعمل لائحه وكلاء اللاعبين، وكمان
بدايه الموسم بيقول لك مين الوكلاء المعتمدين عشان اللعيبه ما تشتغلش براهم. طب وافرض انا ماضي مع واحد واعتمد لو مش معتمد ملوش يمد على عقود رسميه. لا افرض انا كنت ماضي معاه 3 سنين وكيل. لا ما اقصى حد دلوقتي بقى سنتين. ولو كنت ماضي معاه وهو مش معتمد سقط مثلا بالاختبار، تقدر تجيب واحد تفسخ معاه او تجيب واحد ويديله نسبته مع بعضهم بقى. اي بس اقدر افسخ معاه طالما مش معتمد. تمام. طالما ما قدرش يحصل على رخصة الاتحاد الدولي. كل سنة بيعملوا له اختبار تاني كل سنويا؟ هو حاليا في السنة اللي فاتت عشان أول مرة كان في اختبارين، السنة دي 2025 في اختبارين، بعد كده هتمشي اختبار واحد في السنة. يعني أي وكيل معتمد بيخضع للاختبار ده كل سنة؟ لا هو بص الوكلاء الجديد اللي بيخضع، الوكيل بقى القديم هيحصل إيه؟ هيتعمل له حاجات كده زي للتطوير. هو بس الوكلاء جامدين عندنا في مصر. هي مصالح. انا بشوف ان هم اقوى اقوى حد في المنظومه. انت شغال هنا بتدي نسب 20% على عقود لعيبه، بره الحد الاقصى بيبقى 5 و10. انت هنا بياخدوا ارقام عشان يجيب لاعب. ما هو طبعا بياخد قسط العقد مش كتير ولا حاجه، بقى لما بتتوزع بتبقى كل واحد برضه ياخده 3-4%. ما تبصش على النسبه. ما تبصش على النسبه يا عم عامر والنبي، دي بتوزع على 4-5. طيب عندي حاجه لقطتها كده وانا بفر، عندي خبر بيقول حتى لو بالمجان. وانت اقول يا شباب الخبر ده كده، لماذا يصر برشلونه على رحيل جوندوجان؟ والناس مستغربه مع هانز فليك اللي هو المدير الفني الالماني الجديد بتاع برشلونه. تمام. وانه نادي برشلونه بيصر ان يمشي جوندوجان في الصيف ده حلو، وان هو هيروح هيرجع تاني مانشستر سيتي مجانا، مع انه عنده عقده مع برشلونه لغايه يونيو 26. جوندوجان 33 سنه، لعب موسم معاهم، ارتباطه انتهى كان مع مانشستر سيتي وانتقل مجانا لبرشلونه يعني. لكن مرتبه كبير يعني 15 مليون يورو في السنة. الصحف اللي هناك في اسبانيا الموثوق فيها زي الاس والماركا والسبورت وكل الجرايد دي هناك قالت ان رحيل جوندوجان مطلب ضروري مش فني، ده الاسباب اقتصادية وقانونية، لان برشلونة لسه بيعاني من ازمات مالية ويمنعه قانون اللعب المالي النظيف من تسجيل لاعب هم جايبين اسمه داني اولمو في القايمة إلا لما يحل القصص بتاعة اللعب المالي النظيف. فبالتالي غصب عنه هيسيب جوندوجان ويمشيه عشان يعرف يأيد أولمو عشان خاطر الأرقام المالية تقل، وبالتالي يخرج أو يهرب من قصة اللعب المالي النظيف. إحنا عندنا هنا يعني في لائحة اتحاد الكورة قبل بداية الموسم حطوا سطر كده خاص باللعب المالي النظيف، صح كده؟ السنة اللي فاتت ما ينفعش تعاقد غير بالميزانية المعلنة. حطوا سطر كده عن اللعب المالي النظيف. هو مش لعب مالي نظيف، بس هو بيقول لك اللعب المالي النظيف ليه كذا حاجة. هو بيقول لك ما ينفعش تعمل تعاقدات أكتر من حجم الميزانية بتاعتك أو الفلوس اللي هتقدر تصرفها. اللي هو كإيرادات ومصروفات. تمام. لو أنا عندي خسارة بالماينس بين الايرادات والمصروفات ما ينفعش. بيبقى ليها نسبه، يعني انا ممكن ابقى مديون مثلا 10% 15% 20% حسب النسبه اللي التقديريه اللي يقدر النادي يواجهها. اللي يقدر النادي يواجهها يعني يقدر يتعامل معاها. لكن لو بقت 200% او 60% او 80% او 70% ربما يكون ما ينفعش. هل احنا عندنا الكلام ده موجود؟ احنا بنسمع مثلا عندنا في مصر هنا صفقات ممكن لاعب يجي ب 4 مليون دولار، ممكن لاعب يجي ب 50 مليون جنيه، ولاعب يعار ب 35 مليون جنيه، ولاعب يجي ب 5 جنيه، ولاعب يجي ب 100,000 دولار، وانديه ما اعرفش ايه، وقيد بيتقفل، عندنا احنا مهمومين ونسقف لما الناس تفتح القيد. احنا مش واخدين بالنا لو الكلام ده بيتطبق مش هيوصل ان في انديه قيد هيتقفل مثلا، ولا ايه؟ لا بص هو هيتقفل بس هيبقى في حدود، مثلا هجيب لك مثال من الدوري السعودي اللي جنبينا، نادي الخلود اللي جاب دياري ما لسه بيعلنوا الصفقه بقى لها اسبوعين اللي هم هيسجلوه ليه؟ هناك في حاجه اسمها الكفاءه الماليه، في لجنه مختصه تبع وزاره الشباب بتشوف ايراداتك، فانت جايب لاعب زي ديانج ثمن الاعاره مبلغ كذا،
راتبه خلال السنه مثلا بتاعت الاعاره كذا، مش يبقى عندك قدره الصرف. طيب كانوا موقفينها لغايه ما النادي جاب مداخيل هيدخها بقى رايك نادي من جيبه كتبرع، هيجيبها حد اللي هي تغطي اللي هو الايراد لازم يغطي المصروف. فاعلنوا اللي اللاعب خلاص هيقيد. انت عندك بالك ديانج عندهم بقاله 20 يوم انت عندك هنا بقى دي وظيفه مين؟ هناك في السعوديه مين بيعملها؟ لجنه تابعه لوزاره الشباب والرياضه السعوديه وبتصدر رخصه اسمها الكفاءه الماليه. احنا عندنا مفروض. اصلا الموضوع ده شغال اصلا. تمام. فما حدش عندنا احنا بيعمل. اصلا عندنا الموضوع ده شغال ولا ماشيه كده بالبركه؟ لا هي بص ماشيه ازاي؟ انا ماليش دعوه، اهو النادي يجيب اللي يجيبه، اهم حاجه يدفع لي الرسوم ال 3% لاتحاد الكره عشان تسجل لاعب. بس سؤال انا سؤال انا معاك وهي ماشيه وياخدي ينفع كده وينفع كده. انا اديت مثال في بدايه الحلقه من يسرى المشهد بتاع طيور الظلام، فاكر يسرى في المشهد اما قالت ياخدي ينفع كده وينفع كده؟ عجب الراتب يعني عايزينها انسحاب ينفع، عايزينها اعتذار ينفع، يعني براحتنا يعني. طيب السؤال، هل يجوز الاتحاد المصري لكرة القدم لوائحيا او في تعاملات الفيفا او اي انه يتغاضى عن بند زي ده؟ ده ليه جزء كبير من نزاهة المسابقة، مفروض لا يتم التغاضى عنه. يعني هل ممكن الفيفا يتدخل لو عرف ان احنا او الاتحاد الافريقي؟ لا ما انت بص هي دي حاجة عندك في التنظيم، بس مين بيتدخل ومش دلوقتي؟ الكاف زي قضية خالد بوطيب، الزمالك لا ما حصلش على الرخصة غير لما وجد حل مع الدائن. تمام؟ ومفروض تتعمم على كل حاجة، نادي المصري ما حصلش على الرخصة غير لما حصل مع اللاعب اللي كان اسمه مظبوط، كان برضه إيقاف قيده غير لما سوى معاه عشان ياخد الرخصة. أنت بقى مفروض ده الكاتب بيتكلم على السابق، مفروض أنت تطبق اللي بيحصل في السعودية والدوريات المحترمة، كل 3 أشهر مفروض يجي لك ورقة من الأندية المحترفة إن أنا ال3 أشهر السابقة مفيش لاعب متأخر له فلوس، أبعت لك بقى إيصالات. في السعودية بيحصل كده، بيبعت لك الإيصالات اللي اللعيبة حصلوا على رواتبهم كل 3 أشهر ربع سنوية، والمدربين ومعلش ديون لأندية خارجية. ده لو حصل عندك في الدوري المصري هتعرف تظبط المصروفات والدنيا هتمشي مظبوطة. انت ما بتعملش ده، لازم تعمله في الموسم الجديد. انت الموسم الماضي قلت الميزانيه، تعالى السنه دي قول الميزانيه واعمل شرطين ثلاثه يخليك تقدر الموسم ده والموسم الجاي تقدر تسيطر. طب سؤال، انت بمتابعتك يعني والشخصيات الموجوده وطريقه الاداره، هل ممكن الكلام ده حد يهتم بيه اصلا؟ حاليا لا. لا حاليا لا. تمام، ده معناه ان المسابقه غير نزيهه، تبقى على طول تقدر تشك ان ممكن يبقى نادي. لا هي مش غير، بص لا هي غير عادله. لا غير عادله. غير عادله ادق، لانه في انديه معاها فلوس اكتر من انديه، في انديه تقدر تجيب تبرعات اكتر من انديه، في انديه تقدر تجيب مداخيل اكتر من، في انديه شركات ومؤسسات ففلوس ما تعرفش بتبقى كتير جايه منين او ازاي عكس انديه جماهير. يعني انا معاك هي غير عادله، اللفظ الصحيح غير عادله، انما نزيهه يعني مفيش ظلم، مفيش حد بيقبض، مفيش حد يعني بصراحه يعني. طيب انت عملت لي مشكله. تمام، ايه هي؟ من غير ما تقصد، المفروض انت صاحب تحافظ عليا، لكن مش مشكله. تمام. دلوقتي انا جبت الكابتن محمود عاشور على الهوا وهنيناه بانه شارك في فاينل كاس العالم، سوري الاولمبيات للرجال والسيدات. تمام. احنا كاننا قرصناك بنحله، على طول تك تك طلعت لنا. لا 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 طلعت لنا على طول ورق. انت عملت المداخله معاه امتى؟ ثواني بس، عملت المداخله امتى معاه؟ يوم كام؟ مش فاكر، هو الاسبوع اللي فات. طيب انا بقى ناشر الموضوع ده من يوم 10 أغسطس، جبت لما وبص. طب يا سيدي عملنا نفسنا مش شايفين، قاعد تعمل بيسموها ريتويت ولا بيسموها ايه؟ ريتويت، اعاده وعمال تعيد الناس عماله تبعت لي. لا اصل انا بص دخل حد بيشكك في المعلومه، فجبت له كذا مستند اللي هو حد بيقول لي. ما انت بقى انت انا قدامي اهو الحكام اللي حكموا، انت كاتبهم؟ مش كاتبهم، ده الفيفا نشرها دي. ما انت حاطط التقرير. جبت التقرير وجبت تقرير المباراه والسكور شيت السيدات والرجال. يعني انت حطيت السيدات والرجال، ده السيدات ولا الرجال ده؟ وفي التاني يا شباب؟ لا انا كمان الرجال. لا
اهو احنا ده الرجال. انا نشرت كمان المستند بتاع تقرير المباراه مكتوب فيهم الاسماء. فاهم فين السيدات يا شباب؟ هو بص السيدات كان ستاند باي، لو حصل حاجه للطاقم كان ممكن يخش، كان ستاند باي ما كانش حكم في المباراه. طب الرجال كان ستاند باي برضه؟ لا ابعت لك دلوقتي التقرير بتاع حكام البطوله كلها، في الرجال ما فيش ستاند باي، في السيدات بس اللي كان في ستاند باي. كان في ستاند باي السيدات كان في ستاند باي. يعني يا عم كنا ما حطيناهوش في التقرير، احنا كنا مظبطين الدنيا من غير التقرير. طيب انا بص الغريبه ايه اللي ممكن حد يزعل من حد نشر يعني الناس بتلاقي حد بس مفيش شك، بس مفيش شك ان الكابتن محمود عاشور. لا انا على فكره انا ما نشرتش للتقليل، ما انا فاهم، وما اتكلمتش ككفاءه. انا حد دخل قال لي انت بتقول كذا، الكلام ده مش صح. لا لا فقلت له ده المستند اهو، هو ما كانش موجود. انت بتقولش رأي، انت ناشر مستند ما تقولش رأي، يعني فالمستند يجوب المعلومة تجوب بالاراء. لا وكتبت اللي هو كان ستاند باي ما كانش حكم، يعني ما قلت الراجل مش في القايمة، هو كان ستاند باي في الفاينل. ونشرت تقرير بص بقى التقرير ده انا جايبه من اللجنة الاولمبية والفيفا، اللي هو بس تقرير كان المباراة. في المعسكر بتاع حكام المباراة النهائية. ما هو عشان كان ستاند باي، لو كان حصل يوم المباراة حاجة للطائم كان هيتم استبدال حكم الفار بيه. تمام. بس مفيش شك ان الكابتن ان محمود عاشور يوصل ان هو يتواجد لغايه المباراه النهائيه، ده انجاز كبير يعني، مش بصراحه يعني، يعني يتواجد في الماتشات التمهيديه او الدور. تمام. انا اتكلمت في جزئيتين، اللي هو ما كانش في الطائم الرئيسي وما اتكلمتش ولا مستوى فني ولا هو ما راحش، انا اتكلمت في جزئيه واحده. الناس بتقول كذا، قلت لا التقرير اهو بتاع المباراه مش موجود التقرير، وجبت بقى القائمه النهائيه اللي هو الراجل كان ستاند باي لو حصل اي ظروف قهريه للطاقم الرئيسي. تمام. لكن في الاخر الكابتن محمود اقصد انه هو وصل لمرحله يعني مهمه يعني. بص هو اختياره في الاولمبياد ده يقول لك اللي هو افضل من حكام البار بتوعك. في افريقيا من افضل حكام بار افريقيا خلاص. ما هو كان في من افريقيا؟ لا اختاروه عن افريقيا هو كام واحد؟ ما انا فاهم. مش فاهم قصدي انا بتكلم في ايه، قصدي كمان يعني احنا كده داخل مصر محدش يقدر في المرحله اللي انت فيها دي يقول لك انا افضل منه في مصر. مزبوط. لا انت لو افضل منه كنت رحت مكانه. مزبوط. مثلا مزبوط. دي جزئيه ثانيه، انا الجزئيه اللي بتكلم فيها كانت المباراه النهائيه وهو مش موجود. الراجل شارك ماتشين مثلا كان مساعد حكم فار، كان في الغرفه. ممكن اجيب لك اسمائهم، اثنين في السيدات واحده في الرجال. ثلاث ماتشات في البطوله. وماتش السيدات كان ستاند باي للقائمه الرئيسيه بتاعت الماتش. بس هو وصل للفاينل. وصل في ايه؟ كان في المعسكر. ما كانش في القائمه الرئيسيه، هو كان ستاند باي للظروف القهريه. طب هو الافريقي الوحيد اللي كان ستاند باي كان موجود؟ ولا فيها فرق؟ لا هو المباراه النهائيه بس في السيدات اللي كان فيها ستاند باي، هو وحكم تاني. لا اقصد يعني هو الافريقي الوحيد اللي في الطاقم سواء ستاند باي او طاقم. لا بص بقى كان في مباراه الرجال بس مش بار، كان حكم رابع لمباراة الرجال اللي هو الحكم الموريتاني. ده حكم شاطر على فكرة. دحلان بيت ده كان الحكم الرابع في مباراة الرجال. ده حكم شاطر على فكرة الحكم ده. وحكم ماتشات لمصر وللأهلي في بطولة في افريقيا. بصراحة حكم كويس. وسنه صغير ولسه طالع. ده كان حكم رابع في المباراة النهائية، ده كان افريقي في قائمة فرنسا واسبانيا في النهائي. تمام تمام. باشمهندس عامر عندك حاجه حابب تضيفها؟ لا شكرا استاذ. اشكرك شكرا جزيلا المهندس عامر العماير. هو خلاص يعني.